بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. النهاردة أحبائي ومتابعين الأفاضل، حبيت أشارككم وأفرجكم على جمال عصفور الروز وألوانه المتعددة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، زي ما حضراتكم شايفين العصفور دوت من العصافير اللي أنا بفضل أربيها وبفضل أعتني بيها لجمال ألوانها. وزي ما حضراتكم شايفين هو الطائر دوت يعتبر أحد أنواع طيور الحب، وبتميز بألوانه الجميلة المتعددة، وكمان بتميز بالنشاط والحركة والقرب والحنان بين الزوجين. طبعا اللون السائد فيه هو اللون الأخضر، وبيندرج منه ألوان أو طفرات متعددة. طبعا كل طفرة من ألوان العصفور دوت ليها سعر غير التاني. يعني مثلا من ضمن الطفرات زي ما حضراتكم شايفين إن طفرة الروز الأوبلاين أورانج بتميز، اللي هو لون الكاب الرأس بالكامل برتقالي والديل برتقالي وجسمه أصفر والعين حمراء. في منه برضو بيندرج اللي هو أورانج فيس، نفس الشكل لونه أصفر بس نصف الوجه برتقالي. وفي منه اللي هو اللاتيني أوبلاين ريد، اللي هو أصفر والرأس كاملة أو الكاب كامل أحمر. وفي منه الريد فيس، نفس الشكل بس الوش بس أحمر زي اللي واقف على طرف القفص دوت. في طبعا برضو تصنيفات أخرى، في اللي هو الكريمي، وفي اللي هو الألبينو اللي هو أبيض قطنة ما فيهوش أي لون تاني وعينه حمراء. وفي منه اللي هو الأوبلان أورانج جرين زي ما اللي هو ظاهر في الصورة، اللي هو جسمه أخضر ورأسه برتقالي. وآدي الألبينو هو زي ما حضراتكم شايفين اللون الأبيض دوت. وفي منه تصنيف اسمه البلد، وفي منه تصنيفات تانية كتير بصراحة. أنا في تصنيفات أنا معرفهاش. في لون هنا أنا حابب أعرف تصنيفه بصراحة، مش عارف تصنيفه اسمه إيه، فلو في حد من أحبائي المتابعين يعرف التصنيف بتاعه يكتب لي في التعليقات اسم التصنيف بتاعه إيه أو ترتيبه إيه. وهو العصفور اللي هو فيه أكتر من لون، يعني تلاقي فيه الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأبيض. اللي أنا هعلم عليه دلوقتي لحضراتكم، لو في حد من متابعين الأفاضل يعرف تصنيفه يكتب لي في التعليق اسم التصنيف، ولو في تصنيفات تانية أنا ما قلتهاش ياريت متابعين الأفاضل يخدموني ويكتبوا لي تصنيف العصفور ده إيه. بالنسبة للتزاوج، بيتم التزاوج من عمر 6 إلى 10 شهور تقريبا. الأنثى بتبيض من 4 لـ7 بيضات وممكن أكتر. بتتغذى على الحبوب زي الدنيبة والبلكم والفلارس وكمان اللب اللي هو دوار الشمس، وبتتغذى برضو على الفواكه والخضروات، ممكن احط لها خيار وجزر وورق خس او ورق كرنب، وكمان ممكن احط لها بقايا تفاح او قطع تفاح. يعني ده طبعا تنوع الغذاء بيخلي ريشه جميل وبيخلي الوانه زاهيه. طبعا ممكن انا اربي العصافير ديت في جماعات في مجموعه مع بعض، وممكن أحط كل زوج في قفص لوحده. طبعا أنا بفضل أربيهم في مجموعات، لأن ده بيكون قريب للطبيعة أو للبيئة اللي هم عايشين فيها.
طبعا هم بيبنوا العش عن طريق استخدام لحاء الأشجار أو سعف النخيل. أنا بحط لهم سعف النخيل وهم بنفسهم بيقوموا بيقطعوا منه ويبنوا العش منه من تلقاء نفسه. العصفور الروز ممكن يعيش من 10 إلى 15 سنة لو حصل على الرعاية الجيدة. الأنثى بتحتضن البيض من 18 ل 23 يوم، 18 يوم في الصيف و23 يوم في الشتاء، طبعا على حسب طبيعة الجو. لو في برودة بتأخر الاحتضان شوية، ولو الجو حر بفقس بدري شوية. بالنسبة للزغاليل أو الأفراخ الصغيرة بتتفطم بعد من 5 إلى 6 أسابيع. طبعا في ميزة تانية حلوة ممكن أقولها لحضراتكم دلوقتي، وهي إن أنا ممكن أروض عصفور وأدربه منهم وهو صغير وأكله تأكيل يدوي وياخد عليا ويجي معايا وأسميه كمان باسم بحيث مناديله يجي لي وما يخافش، وما خافش ان هو يطير ما يرجعش تاني، لانه بيكون واخد حتى على افراد البيت كلهم، فبتحرك بكل راحة في البيت ويخرج، اخرج بره البيت يخرج معايا حتى انده باسمه يرجع لي. وهوري حضراتكم فيديو دلوقتي، حتى انا رافع فيديو على القناة لطريقة ترويض عصفور روز بحيث ياخد عليا ويجي معايا في اي مكان، وهسيب لحضراتكم الرابط فوق دلوقتي. هوري حضراتكم فيديو صغير كده عن وانا بنده العصفور بيجيلي وبيتحرك معايا، وهنشوفه مع بعض. وهوري حضراتكم مش 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 ما شاء الله، هذه تجربة للعصفور مش مش للطيران الحر. احنا بنوديه في اي مكان وهو بيطير وبيرجع لنا. ان شاء الله اللي عاوز يربي عصفور زي ده واعرف الطريقة، في رابط هسيبه دلوقتي هيظهر فوق، ده رابط الفيديو ازاي اربي عصفور روز واروضه على نفس العصفور، الشرح على نفس العصفور. اتمنى حضراتكم ان الفيديو يكون عجبكم، وإن شاء الله تجربوا الطريقة، وما تنسوناش أحبائي ومتابعين الأفاضل بدعمكم لينا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.